يبقى احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على السنتر تاب ترانسفورمر. سنتر تاب فول ويف ريكتيفاير. الدايره بكل بساطه هنشوف شكلها. نشوف شكل الدايره الاول. السيركت بتاعتي الاول شكلها عامل ازاي؟ تمام. هلاقي الدايره بتاعتي بكل بساطه عامله كده. ترانسفورمر عدد لفاته ان واحد، وفي سنتر تاب ترانسفورمر بالمنظر ده كده. فيها طبعا زي ما اتفقنا في السنتر تاب في عندي جراوند في النص كده، وهنا لفاته ان 2. وبعد كده في تكمله الدايره حاطط تو دايود. ادي دايود واحد وده دايود 2 اهو زي ما احنا شايفين. يبقى ده دايود دي واحد وده دايود ايه؟ دي 2. وبعد كده موصل الاثنين ببعض، تمام، وموصلهم على مقاومه الخارج زي ما احنا شايفين اللي هي ار ال او مقاومه الحمل. طبعا الدخل بتاع الدايره هنا اي سي سيجنال بالمنظر ده كده. تعالوا نشوف بقى ازاي الدايره دي هتشتغل او الاوبريشن بتاعتها عامله ازاي. طبعا اول حاجه في الاوبريشن عندي حاجه اسمها، دايما لما اجي اشتغل على دايره الدخل بتاعي بوزيتيف ونيجاتيف او الدخل بتاعي اي سي، دايما هشتغل كده اقول طب البوزيتيف هاف سايكل، يعني الجزء الموجب. يعني ايه الجزء الموجب؟ يعني الانبوت بتاعي داخل بوزيتيف نيجاتيف، بتكلم على الجزء الاولاني في الانبوت اللي هو الجزء ده كده. فالاوتبوت بتاعي عباره عن ايه؟ بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف، تمام كده؟ طيب ده اسمه ان واحد وده ترانسفورمر اهو ان 2 بالمنظر ده كده. طيب لو داخل بوزيتيف هاف سايكل بالمنظر ده يبقى هيتنقل هنا وهيتنقل هنا زي ما اتفقنا. لما تيجي السنتر تاب بننقل الجزئين طبعا مع اختلاف الامبليتيود. لو ده الماكسيمم بتاعه زي ما اتفقنا في 1، هيبقى الماكسيمم ده عباره عن ايه؟ في تحت في جنب اهو في 1 في ان 1 في ان 2 على ان 1 مقسوم على 2 على طول. طيب البوزيتيف نيجاتيف لما يتنقلوا هنا بالمنظر ده كده بالعقل كده، احنا اتفقنا الديود يبقى فورورد امتى؟ الديود يبقى فورورد امتى؟ تمام. الديود اللي فوق، تمام، هيبقى الانود بتاعه موجود عليه البوزيتيف بولاريتي. بص كده البوزيتيف بولاريتي بتاع الانبوت داخله على الانود بتاع الدايود، يبقى الدايود اصبح فورورد. طب الدايود اللي تحت، الدايود اللي تحت داخل عليه ايه؟ نحط بوزيتيف نيجاتيف بالمنظر ده، يبقى النيجاتيف رايح على الانود بتاعي، يبقى الدايود ده ريفرس بايس مش هيشتغل. طيب احنا اتفقنا انه في دوائر الدايود بنشيل الدايود في حاله الفورورد نحط بطاريه، وفي حاله الريفرس نحط اوبن سيركت، يبقى كده الدايود ده مش شغال. وبعد كده في الاثنين متوصلين بايه؟ بمقاومه بالمنظر ده كده. طب بالعقل كده في تيار هيعدي من هنا وفي تيار مش هيعدي من هنا، لان ده اوبن خلاص، فالسلكه دي مفيش داعي ان انا اكملها بقى، تمام. يبقى في حاله البوزيتيف هاف سايكل، تمام، السجن هتتنقل فوق وتحت، بس الدايود ده هيبقى ريفرس هيبقى اوبن سيركت، الدايود هيبقى فورورد هيبقى ماشيله مكانه واحط مكانه بطاريه. تعال نشوف شكل الدايره بعد ما احط الايكويفالنت سيركت بتاع البراكتيكال دايود. زي ما احنا شايفين ده عباره عن ايه؟ البراكتيكال دايود حطيت هنا فورورد وحطيت هنا ايه؟ ريفرس. وهنا طبعا بشتغل في البوزيتيف هاف سايكل بالمنظر ده كده. دي البولاريتي بتاعتي اهيت، وده الان واحد وده الان اثنين طبعا، وده في بارير، تمام. طبعا المقاومه، بص هنا لازم ابص هنا على التيار هيمر ازاي في المقاومه. بص كده التيار بيمر من نيجاتيف البوزيتيف ويعدي ويمر اهو ويمر ويدخل هنا في المقاومه، يمر من فوق لتحت. يبقى في تيار هيمر في المقاومه نتيجه ان الدايود اللي فوق سمح بمروره، تمام، واللي تحت الترمينال اللي تحت دي ما عدتش تيار، طيب ما هو لكن عدى منه تيار لانها اوبن ايه؟ منها اوبن سيركت. يبقى المقاومه دي عدى فيها تيار من فوق لايه؟ لتحت. تعالوا نشوف بقى لو حاله الريفرس بايس هيمر ايه؟ طبعا بنفس الشكل. لو انا عايز اتكلم على حاله الريفرس بايس هروح بكل بساطه اقول ايه؟ اقول دلوقتي انا عندي بدل ما كان بيدخل بوزيتيف نيجاتيف هيدخل نيجاتيف بوزيتيف اهي، تمام، وده السنتر ترانسفورم بتاعي بالمنظر ده كده، تمام، وهيبقى النيجاتيف بوزيتيف هنا وده الجراوند بتاعي بتاع السنتر تاب وانا النيجاتيف بوزيتيف اهي. مين اللي هيبقى بقى فورورد؟ الدايود اللي فوق ولا الدايود اللي تحت؟ اصبح الدايود اللي تحت هو اللي ريفرس بايس، اصبح اوبن سيركت. الدايود اللي تحت هو اللي هيبقى فورورد لان البوزيتيف رايح على الانود، فهشيله واحط مكانه بطاريه اللي اسمها في بارير، ووصل بقى نفس الاثنين ده هم متوصلين بمقاومه الخارج زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. تعالوا نشوف اتجاه التيار. التيار هيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف اهو، التيار اهو مشي من لون ثاني، النيجاتيف للبوزيتيف اهو اهو، هيمشي كده وهيمشي يروح من المقاومه من الموجب لايه؟ من فوق لتحت برضه، تمام كده؟ ده معناه ان لما دخل نيجاتيف هاف سايكل او دخل بوزيتيف هاف سايكل اتغيرت البولاريتي بتاعت الانبوت، اتجاه التيار اللي هيمر في مقاومه الخارج هو هو، تمام، ما اتغيرش. يبقى انا كده عملت فول ويف ريكتيفيكيشن، فول ويف ريكتيفيكيشن. طيب عايزين بقى نحسب بالارقام، تعالوا نحسب بالارقام ايه اللي هيحصل، تمام كده؟ الوقت احنا اتفقنا انه في حاله البوزيتيف سايكل لو دخل مثلا سيجنال وليكن مثلا الماكسيمم بتاعها 5 فولت، والضيود ده البارير بتنشر بتاعه 7 من 10، وليكن مثلا ان 1 لان 2 عباره عن 1 ل 2، صح كده؟ يبقى الخمسه هيتنقلوا على الترانسفورمر كله 10،
خمسة هنا وخمسة هنا، صح كده يا جماعة؟ خمسة هنا وخمسة هنا، والخمسة دول هيطرح منهم السبعة من عشرة بتوع الدايود، يبقى الأوت بتاعي قيمته كام؟ هيبقى عبارة عن بوزيتيف سايكل، بس الماكسيموم بتاعه أربعة وثلاثة من عشرة. نقول جه تاني إزاي؟ الخمسة اتنقلت من من البرايمري للسكندري، اتضربت في اتنين بقت 10، بس ال 10 دول اتقسموا على الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، خمسه فوق وخمسه تحت. الخمسه دول ضاع منهم البطاريه الدايود عشان يفتح، خد منك في بارير قيمته 7 من 10 في حاله السيليكون، يبقى الخمسه دول مع وصلوا للاوت بقوا كام؟ 4 و3 من 10. طب تعالى في حاله النيجاتيف سايكل، انا برضو في النيجاتيف سايكل داله الاي سي دايما سيجنال بتبقى البوزيتيف زي النيجاتيف، فبرضو داخله 5 فولت. الخمسة لما اتحولت من برايمري للسكندري بقت برضو 10 على الترانسفورمر كله، خمسة منهم جه هنا تمام وخمسة منهم جم هنا، صح كده؟ الخمسة دول لو خدت بالك الدايود ده عشان يفتح لهم هياخد منهم 7 من 10 اللي هو جهد البارير، فيوصل لي برضو هنا كام؟ 4 و3 من 10. بس خلي بالك وصل ازاي؟ هيوصل في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه المقاومه دي هتولد عليها فولتج دروب بوزيتيف نيجاتيف، المقاومه دي هتولد عليها فولتج دروب بوزيتيف نيجاتيف، والماكسيمم كام؟ 4 و3 من 10. معنى الكلام ده لو انا قلت لك ده الانبوت سيجنال من 5 فولت لماينس 5 فولت، ارسم لي الاوتبوت، هتقول لي الاوتبوت عامل كده اهو. الاوتبوت عباره عن ايه؟ نفس الانبوت اهو تمام، بس اقل منه حاجه بسيطه، لانه الاوتبوت بتاعي كام؟ الاوتبوت بتاعي 4 و3 من 10 تمام. طب والنيجاتيف؟ النيجاتيف هيبقى نفس الاتجاه بتاع الانبوت اللي هو في حاله البوزيتيف سايكل، والماكسيمم برضه كام؟ 4 و3 من 10. يبقى الانبوت بتاعي لما يتكرر هي برضه الاوتبوت هيبقى متكرر، يعني الاوتبوت الاخر هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فول ويف بالمنظر ده، ريكتيفاير بالمنظر ده. وده اللي حصل، ان انت اجبرت التيار يمر في الخارج في اتجاه واحد، وبالتالي تولد فولتج دروب على المقاومه في اتجاه واحد، وبالتالي الجهد بتاعي اتفقنا قبل كده في الفول ويف فاير دايما الفولتج دروب بيبقى بوزيتيف نيجاتيف او نيجاتيف بوزيتيف، فانا موحدت اتجاه التيار تمام. ولو عايزين تاكدوا اكتر، لو انا قلت لك برضو دايما ارجع للكونسبت ده، لو انا عندي اي سي سيجنال داخله على مقاومه، فالاي سي سيجنال دي دايما التيار بيغير اتجاهه من فوق لتحت او من تحت لفوق، فتلاقي دايما الفولتج دروب بتاعك على المقاومه مره موجب سالب او مره سالب موجب، يبقى الاوت بتاعي بيبقى اي سي. لكن في الحاله دي انا هنلاحظ ان دايما التيار بتاعي بيمر من فوق لتحت، فيولد فولتج دروب دايما ايه؟ موجب سالب تمام. يبقى انا كده عملت فول ويف ريكتيفيكيشن. طيب في حاله الفول ويف ريكتيفيكيشن هيطلب مني بقى نفس المطالب، احنا حسبنا الاوت والفورم اهي. طب عايز احسب الافريج دي سي، ده المطلب الثاني. في حاله الفول ويف ريكتيفاير الافريج دي سي هو عباره عن 2 في في بيك بتاعه الاوت على باي. طب الفي بيك كام؟ راح نشوف المساله هنا 4 و3 من 10، يبقى 2 4 و3 مقسومه على ايه؟ على باي. مهم جدا تبقى عارف الحجه. طيب النقطه الثانيه المهمه، لما يطلب مني احسب حاجه بنسميها البيك انفرس فولتج، والبيك انفرس فولتج يعني اقصى جهد متسلط على طرفي الدايود في حاله الريفرس بايس. طب نقول مثلا في حاله زي دي الدايود ده فورورد دايود ريفرس، خلاص امسك في حته الدايود ريفرس دي تمام. طيب فرق الجهد من هنا لهنا كام تمام؟ فرق الجهد من النقطه دي من الانود للكاسود كام؟ بكل بساطه خالص اجيب دايره فيها الدايود، فمثلا الدايره دي بادئه من الجراوند ووصل الجراوند، فرق الجهد انا داخل لي كام؟ سي داخل لي 5 تمام، والاوت بتاعي كام؟ 4 و3 من 10. يبقى لو مشيت على الدايره اللي انا مش رسمها ده اهو تمام، هلاقي 5 ولا 4 و3 من 10 بيدعموا بعض، انه نفس البولاريتي. بص لو انا مشيت على اللوب ده هخرج من سالب الخمسة واخرج من سالب ال 4 و3 من 10 اللي هم الخارج بتاعي، وكل دول يبقى الجهد اللي متسلط على الدايب. لان لو عملت كي في ال هقول الانبوت ناقص في انود كاسود ناقص الاوتبوت هيطلع لي بكام؟ بصفر. ده الكي في ال بتاعي. معنى كده لما اجي اقول لك البي اي في يساوي كام، بكل بساطه خالص هتقول لي ايه؟ هتقول لي البي اي في تمام اللي هو على الدايود عباره عن 5 زائد 4 و3 من 10، يعني 9 و3 من 10 فولت. طب واحد يقول لي طب انا عايز اكتبها بالمعادلات، اقول لك ايه؟ اقول لك في اللي على السكندري تمام كده زائد الفي اوتبوت، صح كده؟ بيك زائد الفي اوتبوت ايه؟ بيك، هو ده الايه؟ المطلوب تمام كده. واحد تاني ممكن يكتبها لي بالشكل كده 2 في اس ناقص في بارير، 2 في اس ناقص في بارير، ده لانه الفي اوت هو عباره عن الفي اس بتاع السكندري ناقص الفي. طبعا الفي اس المقصود بيه الجهد على واحد من الاثنين كويل الموجودين في السنتر ده. يعني ايه الفي اس تاني؟ بص كده الفي اس تاني اهو، الفي اس هي قيمه الجهد ده اهو تمام. الجهد ايه؟ الجهد ده اهو اللي هو عباره عن ايه؟ اللي جاي من هنا مضروب في ان 2 على ان 1 مقسوم على 2، ده كود كلمه الفي اس اللي انا بقصدها. الفي اس اللي انا بقصدها هي عباره عن ايه تاني؟ الفي اس اللي انا بقصدها هي عباره عن الجهد بتاع اللي جاي من الانبوت اللي هو جهد البرايمري مضروب في ان 2 على ان 1 مضروب في نص.
تمام؟ فما اضرب 2 في اس تمام؟ اكني بقول اللي هو الجهد اللي جاي من البارير مضروب في ان 2 على ان 1 ناقص الفي بارير اللي هو جهد الدايود اللي احنا اتفقنا 7/10 في حاله السيليكون و3/10 في حاله الايه؟ الجرماني. طيب نرجع لحالتنا تاني، احنا كنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على دايت فول ويف ريكتفاير بالمنظر ده لما اتفقنا، وده الاوت كنت باخده على المقاومه، وده سنتر تاب ترانسفورمر، وده الترانسفورمر بتاع الانبوت بالمنظر ده داخل. الاوت هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده اهو تمام كده، والاوت هنا 5 والاوت هنا ماينس 5، الاوت هنا هيبقى 4.3 زي ما احنا عارفين تمام. السؤال دلوقتي بيفرض نفسه اخر مطلوب بنطلبه اللي بنسميه الترانسفير فانكشن. يعني ايه الترانسفير فانكشن؟ الترانسفير فانكشن زي ما اتفقنا عباره عن علاقه بين ها الفي انبوت والفي اوت. الفي انبوت بيروح من كام لكام؟ الفي انبوت قلنا بيتغير من سالب 5 لموجب 5. طب الاوت عامل ازاي؟ والله الاوت زي ما احنا شايفين في البوزيتيف سايكل هو نفسه الانبوت، الله، وفي الاوت نيجاتيف سايكل هو نفسه برضو الايه؟ هو نفسه الانبوت، بس مع اشاره، مع اختلاف ان دي اشاره موجبه. معنى كده ايه؟ بص كده هنرسمها ازاي؟ هقول في البوزيتيف سايكل الاوت هو نفسه الانبوت بالمنظر ده كده. طب في النيجاتيف سايكل الاوت هو نفسه الانبوت، بس هل تحت ولا فوق؟ اهو بص هرسمها ازاي؟ بالمنظر ده كده. هرسمها بالايه؟ بالمنظر ده كده. ده معناه ايه؟ ده معناه انه لما كان الانبوت بتاعي موجب، لما كان الانبوت بتاعي موجب تمام، الاوت بتاعي هو كمان موجب بالمنظر ده كده. لما كان 5 ب 4.3 تمام كده، ولما كان الانبوت نيجاتيف بالمنظر ده كده تمام، الاوت اصبح هو كمان ايه؟ موجب، قيمته برضه 4.3. يبقى كده معناها الترانسفير فانكشن بتاعت الايه؟ بتاعت الفول ويف ريكتيفاير. انا عايزك بقى تحل انت اكزامبل تاني، هتريبيت المساله، هتكرر المساله تاني تمام. لو نفس المساله اللي قدامي دهيت بالمنظر ده كده، ادي سنتر تاب ترانسفورمر اهوت تمام، وهنا في اي سي سيجنال اهي تمام، وليكن قيمتها 10 فولت، وهنا ماينس 10 فولت، وهنا ان 1 لان 2 وليكن ان 1 ب 1 وان 2 مثلا وليكن ب 3 تمام. وبعد كده في دايود اهو، بس الدايود ده اتجاهه عكسي بالمنظر ده كده اهو تمام. حل لي بقى الدايره وقول لي ايه، وقول لي الاربع مطالب اللي احنا دايما بنحسبهم واللي هم عباره عن الاوتبوت والفورم شكله عامل ازاي، شكل الاوتبوت عامل ازاي. رقم 2 الافريج دي سي فولتج عامل ازاي. رقم 3 البيك انفرس فولتج عامل ازاي. رقم 4 اللي هم الترانسفير فانكشن عامل ازاي، طبعا مع اعتبار ان الدايود دي معموله من السيليكون وان هم الاثنين ايدنتيكال يعني شبه بعض تمام. اتمنى تحلوا برضو المساله دي، ولو حد عنده اي مشكله يا ريت يرجع لي.